يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحر رطب على السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات الجمهورية. نبدأ من محافظة القاهرة 40-28 في القاهرة، الإسكندرية 36-26 في مطروح 34-24 والجو فيها حار، في بورسعيد 36-26 والجو فيها حار، في الإسماعيلية 40-27 والجو فيها شديد الحرارة. في محافظة السويس درجة الحرارة العظمى 40 درجة والصغرى 28 والجو فيها شديد الحرارة. في العريش 37-26 والجو حار، في طابة 36-28 والجو أيضا حار، في شرم الشيخ 39-29 والجو حار، وفي الغردقة 38-30 والجو فيها حار. في الأقصر درجة الحرارة العظمى 42 درجة والصغرى 29 والجو فيها شديد الحرارة. في أسوان 42-29 والجو أيضا شديد الحرارة. في الوادي الجديد 41-25 والجو أيضا شديد الحرارة. وفي حلايب 36-29 والجو حار. وأخيرا في شلاتين 38-29 والجو فيها أيضا حار. والآن مشاهدين الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.